انت بجد ولا بحي وحقيقي؟ انا بجد بجد جدا. يعني مش بحي وحقيقي؟ لا بحي وحقيقي. قلت يا حبيبتي انت وحشتيني قوي. انت وحشتيني اكتر يا امنت. وسر حبنا للحياه قالوا عليك انك موت يا كنت. يا احكي لي ايه اللي حصل؟ احكي لي امبارح يا كنزيت. دي حكايه طويله. احكيها لهم بالتفصيل. نفسي قوي اسمع صوتك من الاول الجديد. بعد ما باباها طردت من القصر. اكيد زعلت علشان خاطري وخدت منهم الموقف وسبت لهم القصر ومشيت. لا نمت. ايه؟ بس كنت نايمه وانا بعيط. اه كده طمنتيني. رانيا ايه انطباعك ايه النهارده؟ انت برضو جيلي بقى المعاصر. ايوه كنت محظوظه. دي اسمها حظ. يعني ان تاني مسرحيه في حياتي تبقى على خشبه المسرح القومي مع نجم كبير زي دكتور يحيى الفخراني، تاليف استاذ الفريد فرج، اخراج استاذ سعد اردش، كان استاذ محمود الحديني الديني هو المدير المسرح القومي. ده حظ يعني. ده محظوظ. لا وفي حاجه ثانيه، الملك كان هنا. الملك كان من يعني اهم الاعمال اللي قدمت على المسرح القومي. كانت فريشة الله يرحمها. اكيد. لا لا هو المسرح القومي ده كل حته فيه طلع منها ريحه الفن كده، جمال الفن. يعني تقعد تمشي تبص كده تحس في عظمه، في روح كده بتلبسك ان ايه الحلاوه دي. تفاءلتي بعد العرض؟ العمل حلو قوي وما شاء الله سامح حسين عامل مجهود حقيقي حلو جدا. برضو سهر الصايغ عامله شغل هايله هايله. كلهم حلوين. بس بحييهم طبعا وسعيده ان المسرح القومي، لان في الفتره اللي فاتت يمكن كان في عطله كده شويه بس رجع تاني. احمد شكر عبد اللطيف عامل شغل كويس. لسه كنت اقول صديقنا برضو احمد عمل شغل برضو. فبحييه اولا لاني ما شفتوش من ساعتها، بس شفته النهارده بحييه على المنصب وبقول له احسنت. ومستنيين المزيد على فكره، لان القومي ده كان هو اساس، هو شعبة المسرح يعني. مشكورك.